الاسعار كلها مولعه نار، والمصاريف مفيش اصلا، الفلوس بتقعد يا دوب بتنزل تمسك ال 100 جنيه، بتصرف. نزلت الماركت مثلا جبت جبنه، جبت حاجه، خلاص اتقفت على كده. المرتب طبعا كان بيقعد وبيقضي، دلوقتي مفيش، 3000 4000 ما بيعملوش اي حاجه. الحياه غاليه، الملابس غاليه، الاكل غالي، كل حاجه طبعا غاليه. الصناعة المحلية يا ريت ترجع، يا ريت، احنا بنتمنى، كله بيشتغل. انا اعرف صحبات ورش عنا قفلت وروحت، اللي باع مكن واللي طفش واللي عليه الشيكات وكلام. انت مفيش حاجة بتشجعه، ولو الحكومة تشجعه الصناعات دي المحلية دي هتلاقي في رواق، هتلاقي في انتاج وفي شغل.